السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. أتمنى لكم كل الصحة والنجاح وأن تحققوا كل ما تتمنوه في حياتكم. اليوم غنحكي لكم واحد طريفة من طرائف الملك الحسن الثاني عليه رحمة الله. هي كتعلق بواحد القصة جميلة فيها طرافة ونبسطوا بها. هو أنه الملك الحسن الثاني رحمه الله كان واحد النهار خرج في القصر كيدور في الحديقه ديالته كيشوف شنو كاين شنو ما كاينش. كيشوف هو يبان له، وهذا الشيء كان في نص الليل، نص الليل تيدير واحد النزهه وكيشوف وكيشم الهواء وكيدور، ويبان ليه الجارديني اللي كيخدم في القصر، او يعني بالعربيه الفصحى الحدائقي اللي كيشتغل في القصر في الحديقه. وديك الساعه بالليل هو يجي عنده بقى كيشوف فيه وجا لعندو سولو، قال لي انت شنو كدير في هذا الليل دابا؟ مالك؟ قال لي علاه زعما كتخدم بالليل حتى النهار واشتغل؟ قال لي نعم سيدي، انا راني عندي هنا واحد الورد، وداك الورد ما كيتسقى غير بالليل، ما نقدرش نشتغل عليه بالنهار، خصني ضروري نخدم عليه غير بالليل. وبقى كيهضر معاه وعجبو الحال الملك الحسن الثاني الله يرحمه، الحديث ديال هذاك السيد البسيط اللي خدام عنده في القصر اللي هو الحدائقي او الجارديني، عجبو الحديث ديالو وبقى كيتكلم معاه وكيعاود ليه. هو صافي سال معاه ويقول له الملك الحسن الثاني، قال ليه وانا الله يرضي عليك، وشاف حالاته قال ليه بغى يمشي، قال ليه الله يرضي عليك وبالسلامه الحاج. هو يدور له الحدائقي قال ليه نعم سيدي راك ارتكبتي دابا واحد الذنب كبير. قال ليه شنو من ذنب انا ارتكبت معك؟ قال لي قلتي لي الحاج. راه قال لي ما خصكش تقول لي الحاج، وانا ما مشيتش للحاج، انا ماشي حاج وقلتي لي الحاج، راه هذا الذنب نعم سيدي راك درتيه معاه. بقى كيشوف فيه وقال له ايوا سيدي دابا ملي درنا هذا الذنب نحيدو ما نخليوش الذنب ونديرو هني تحقيقه ونصيفطوك سيدي للحج وتحج وشوف لي معاك شي 6 ولا 7 اخرين والله يعاونكم، ونصيفطوكم كلكم للحج، نصيفطوكم للحج وتحجوا في الحقيقه ماشي غير نكون نعيطوا لكم الحج. هذه هي هذه الطريفه. كان الملك الحسن الثاني رحمه الله عزيز عليه يبسط ويضحك مع الناس، يعني اللي بسيطين واللي عارفوا على نيتهم وعارف المحبة ديالهم ليه، هو هذاك يحب يبسط معهم ويضحك معهم مرة مرة. وخاصة الناس اللي كانوا كيشتغلوا عنده في القصر كانوا كيعاودوا عليه أنه كان واحد الإنسان بسيط جدا، وما كانش كيعاملهم شي معاملة يعني خايبة ولا شي حاجة. هذا هي الطريفة أنا عجبتني وبغيت نتقاسمها معكم، ونتمنى تكون عجبتكم. وكنقول لكم السلام عليكم وفي أمان الله ورعايته.